دابا مصدوم اخويا، ما عارف ما نقول لك اخويا، نهار والله الا مصدوم وحق الله. شوف الصديق ديالي كان حدايا البارح، هما جايبينه في الاسعاف دابا اخويا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا، الله يرحم الله يدير التجاوز الخير اخويا. الناس ما شايفوش راه لا اله كرفس هو بكرفس وكرفته اخويا. البارح لا اله الا الله اخويا كان معنا البارح في البحر اخويا، وسمعنا الصدمه اخويا، خويا قاعد صدمنا اخويا، نكذب عليك اخويا، الله يرحمه اخويا في هذا النهار. عزيز على كل شيء، عزيز عليه، قف فينا عزيز على كل شيء، ودريف وحاجته ماشي ديالو، ودريويش حتى الاخر لا هو حتى هو دريويش، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ويتيم اخويا فهمتيني ولا لا؟ الله يرحمه في هذا النهار هذا الشيء اللي كان مع السبب ديالو جم على كاسكيطه، على كاسكيطه ولا المات على كاسك ديال الموتور، جا ذبحو من هنا وضربها لي من هنا، غياخد كاسكروت، غياخد كاسكروت من عند مول الحوت، جيتي دير لي الرد وضربها لي هنايا، السيد طاح صافي في البلاصه طاح، السيد دريويش ويتيم هانتي، والسيد تا الاخر تا هو ضريب تا هو، صراحه ماشي شي دري قبيح ولا سيد، تا هو مسكين ولي عند مو اجل وفا، وخا كاع يضربوها بالتصرفيقه راه غادي يموت، اجل ديالو وفا. لا اله الا الله محمد رسول الله، وبقاو فينا بجوج. شوف الاطيب خلق الله. والله الا من اطيب خلق الله، بالله العلي العظيم، كنا كنتلاقاو مع يوم ماشي تعدى، ماشي تدي ديال بنادم. هو راه تشوفوا شكون هذا، راه واقيلا شي، ولكن لا، هو البلي الله يعفو. وتا اللي قشل على حساب ماشي عاودوا لي، تا هو قال لك الله يعمرها دار، سير تكون الزنقه 44، تا هو قال لك راه بخير. قال لك شي حاجه بسيطه اللي خلاتهم طرا هذاك الشيء. والشي يقول لك اللي مات مغدور راه مات شهيد. الله يرحمه هو اللي فات رحمه الله. هاد النهار هذا راه ولاد الدرب يعاودوا لك هادشي كامل. شوف سباب المخدرات راكم بقاو نعاودوا نرجعوا لهادشي، وكاين ازمه ديال المعيشه. واش واحد اصاحبي خدام ب 1000 ريال والمعيشه كلاش؟ خاصو شي يطمن شي خطريفه باش يتكيف. ها ويلي اصاحبي راه باين هادي، راه غنضرب انا وياك، انت غتسلفني جوار غنضرب انا وياك الغد ليه، غنغادرك وغادي تغدرني وغنبقاو في هاد الافلام وهاد الحي الشعبي غيبقى بحال موكا. دابا دخلنا عليك والله اللي سولت تلقى خدام 70 درهم، غتقول لي شحال كشكمي؟ غيقول لك شنو ناخذ باكيت الكار وشناخذ، راه الله يعفو، راه ما تقدرش حيد البالية بين شويه اصاحبي تحرك السلطات وشويه تحرك بنادم ويديروا ويخلقوا فرص الشغل والشباب وتجبد لي التيرانات ونمشيو للولفه. احنا عندنا الاولاد ديالنا والله ما تيبقاو فينا يلعبوا، دور انا وياك دابا باش ما ديرش شيران ولا بغيتي تلعب الشبيبه ولا تكتكرا اخيرا ولا نلعبوا ب 300 ريال الماتش. فين كاين هاد الدوله شنو عطينا؟ فين هما الضرائب؟ فين هادشي اللي نخلصوا؟ كنترعدوا حالك علاش؟ ما بقيتش نشوفوا حنا ريوسنا، حنا راه زطتنا راه كوميم، كنشوفوا ولادنا اللي طالعين ولا كيطلعوا لي بي دي ولي بيدوفيل وشي مناش. اصاحبي راه قلات من الشيء، الله يرحم لك الوالدين، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن المسؤولين ان نشوفوا من الشباب، لانه دابا الشباب ديال الغد، وراه ما كاين والو الغد. والله ما كاينه شي حاجه، والله يرحمه هو اللي في رحمه الله، هذه اخر حاجه غادي نقوله. تاع اليوم اخويا راه ما فهمنا فيها والو. هذا السيد اللي قتل درويش والسيد اللي مات تا هو درويش. وقع شي سوء تفاهم بيناتهم ما تفاهموش، الشيطان جا بيناتهم. وكنتمنى اخويا هذاك السيد يدير لي الله تاوي تاع الخير، تا هو درويش، وهذا يرحمه الله يا ربي يا ربي يا ربي ترحمه في هذا النهار وتوسع عليه. شو السبب اخويا في نظرك ديال هذا المشكل هذا وهذه الكارثه؟ انه كان كيسب ليه امو، هذا هو السبب. قال لك بان ديما كيكون سكران كيسب ليه امو، ولكن يسب ليه امو وتوصلت لهذ الدرجه لا يمكن. يعني ملي كان من غيولي السبان غيوصل للقتيله، راه ما بقات لا ظاهره ولا الظاهره عندنا مجتمع عندنا ولا مخلط. ما بقاش شفتي انت اللحظه اللي قتلوا فيها؟ انا ما شفتوش، انا جيت السيد مسكين مغاد مغطينه ميت سامو امان دامانتو، راح شاهدوا لي الدراري ورحمنا عليه، الله يغفر ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.